بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فنستفتح القراءة في هذا المجلس ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها وبأسانيدكم إلى الإمام أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي رحمه الله تعالى قال قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامه فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم وبه إليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا روح أملاه علينا ببغداد قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل وبه إليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع عبد الرحمن بن حسين يحدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي ويكون الماشي فيها خير من الساعي قال وأراه قال والمضطجع فيها خير من القاعد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ابن أخي لسعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني ناجية أنا منهم وهم مني حدثنا محمد بن جعفر وذكر الحديث بقصة فيه فقال ابن أخي سعد بن أبي بن مالك قد ذكروا بني ناجية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالهم هم حي مني ولم يذكر فيه سعدا حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفور مما في الجنة لبدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد قال الحدول أحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن سعد فذكر مثله ووافقه أبو سعيد على عامر بن سعد كما قال الخزاعي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين لا بأس بذلك قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك يعني ابن أنس عن سالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي من الناس يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما دعي زياد صلى الله عليه وسلم بالجنة لعدد من الصحابة ومنهم العشرة والحسن والحسين لأنه قال سيد شباب أهل الجنة ولعمر بن الجموح إنما قال يطأ بعرجة في الجنة ولغيرهم عدد شهد لهم بالجنة لكن لعل سعد لم يسمع إلا بهذا
حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما دعي زياد لقيت أبا بكرة قال فقلت ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعي أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فقال هذا قيل إن هذا في من يقوله مستحلاً لذلك، هذا الذي تكون الجنة عليه حرام من قاله مستحلاً لهذا، أو أنه لا يدخل الجنة مع الداخلين الأول وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له لأن ما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن وهيب عن أبي واقد الليثي عن عامر بن سعد عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ثمن المجن. قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حميد المدني قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جده قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام من أيام أكل وشرب فلا صوم فيها، يعني أيام التشريق. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي إسحاق بن سالم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال ما بين لابتي المدينة حرام قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم إبراهيم مكة اللهم اجعل البركة فيها بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن موسى بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد وكنت تركت أخي عمير يتوضا. قال فقلت وعمير؟ قال فجاء عبد الله بن سلام فأكلا. حدثنا عفان قال حدثنا غويب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص حديثا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء على الخفين أنه لا بأس به. حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاءه مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم. وقال من رأيتموه يصيد الطير والشجر فضلا عن ابن آدم آمنا في مكة آمن في المدينة، لكن بعض من ينتسبون إلى الإسلام وبعض أهل الإسلام يغفلون عن هذا فلا يبالون بترويع أهل الإسلام فيه وسفك دمائهم. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتم يصيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه وأعطيتكم. وقال عفان مرة إن شئتم أن أعطيكم ثمنه وأعطيتكم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أنه حدث عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها. قال فيقال له أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فيقول نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازم. حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني وقال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد قال حدثني والدي محمد عن أبي سعد قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال لا، وما ذاك؟ قال قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعا قال فقال ما منعك ألا تكون رددت على
أخيك السلام. قال عثمان: ما فعلت؟ ما فعلت. قال سعد: قلت بلى. قال: حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه. إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال: قال سعد: فهنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزلي ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق. قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة، ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون، إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: في هذا الحديث وقفتين فقط مع جزئيتين فيه. أولا، إحسان الظن بأهل الإسلام، فقد يأتي الإنسان ويسلم ولا يرد عليه، لكن قد يكون الإنسان انشغل عنه بأي شيء من الأشياء. فهذا عثمان رضي الله عن الجميع وأرضاهم، انظروا، انشغل عن الرد، لأنه فات شيء من العلم، وفيه أيضا الأسف على ما يفوت من العلم. وانظروا، هذا الأسف كان يتغشاه إذا ذكر هذا وأنه لم يسأل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا سليمان بن إلال قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف. فقال: وما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. حدثنا الخوالف، المراد هنا النساء، لأن شأن المرأة القعود ولزوم البيوت. وقيل: من لا خير فيه، لكن المراد لعله النساء، فقد أمرنا بالبقاء في البيوت وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ففي تنبيه لأخواتنا المسلمات في لزوم البيوت وعدم الخروج للأسواق، فإن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وما أكثر شياطين الجن والإنس. حدثنا عصام بن خالد قال: حدثني أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخر نصف يوم. وسألت راشدا: البلغ كماذا النصف يوم؟ قال: 500 سنة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو أن لا يعجز أمتي عند ربي أن يؤخرهم نصف يوم. فقيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر عن ابن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفورا مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض.
ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساري يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كشد القتال ما رأيتما قبل ولا بعد. قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني إبراهيم يعني ابن سعد عن النبي عن معاذ التيمي قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاتان لا يصلى بعدهما الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس. حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم عن أبي عن رجل من بني تيم يقال له معاذ عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن أبي عن جدي قال سعد إبراهيم بن عبد الرحمن قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساري يوم أحد الرجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله وسنك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهب. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل قال أبي وقال يعقوب ما أحصي ما سمعته يقول حدثنا صالح عن ابن شهاب. فيه إنكار الأدنى مع وجود الأعلى والإنكار على الرعية مع وجود راعيها. حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني محمد بن أبي سفيان بن جارية أن يوسف بن يوسف بن الحكم أبا الحجاج أخبره أن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد هوان قريش أهان الله عز وجل. حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت شكوى لي بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. قال قلت يا رسول الله إني قد تركت مالا وليس لي إلا ابنة واحدة فأوصي بثلث مالي وأترك لها الثلث. قال لا. قال فأوصي بالنصف وأترك لها النصف. قال لا. قال فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال الثلث والثلث كثير ثلاث مرار. قال فوضع يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فما زلت يخيل إلي بأني أجد برد يدي على كبدي حتى الساعة. حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعدا سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال إنه ولد المعارج ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك. حدثنا ورد قول ذي المعارج في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه غير الإمام أحمد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلبون بلبيك اللهم لبيك إلى أن قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول له شيئا. هذا قد ورد لكن الحديث أولا ضعيف ولو صح نقول لم يسمع هذا سعد. حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني به. حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. قال حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن أسامة قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة أخبره قال أبي وقال يحيى يعني القطان ابن لبيبة أيضا إلا أنه قال عن أسامة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال
قال حدثنا واكيع قال حدثنا هشام عن أبي سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي يعود وهو مريض فقال يا رسول الله ألا أصيب مالي كله؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير. حدثنا واكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم قال سفيان عن عامر بن سعد وقال مسعر عن بعض آل سعد عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض بمكة فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت ففي الشطر؟ قال لا. قلت فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير. إنك أن تدع وارثك غنيا خير من أن تدعه فقيرا يتكفف الناس، وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى في اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال ولم يكن له يومئذ إلا ابنة فذكر سعد الهجرة فقال يرحم الله ابن عفرة، ولعل الله يرفعك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. القراءة مع الشيخ أحمد عاشور. صلى الله إليكم وجزاكم خير الجزاء يا سيدي. صحيح أنه ابن خولة وليس ابن عفرة، هو سعد بن خولة كما في البخاري وغيره، وقيل إن هذا وهم. هذا القول عفرة أن ابن عفرة سعد بن عفرة أنه وهم، وإنما هو ابن خولة. صلى الله إليكم جزاكم الله خيرا وبأسانيدكم متصلة إلى القطيع رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت أبا عباية عن مولى لسعد أن سعد رضي الله تعالى عنه سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وبها إلى عبد الله رحمه الله تعالى قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن إسماعيل بن محمد قال أبو سعيد حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده. وبها عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بمكة وهو مريض فقال إنه ليس لي إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كبير. وبه إليه قال حدثنا وبه أسانيدكم للإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا مهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي غلاب عن محمد بن سعد بن مالك عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فذكر مثله. قال عبد الصمد كثير يعني والثلث. وبه للإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العزاري بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمنين أصابه خير حمد رب وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وبها إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال عن أبيه رضي الله عنه قال جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد بن عفراء يرحم الله سعد بن عفراء، ولم يكن له ابنة إلا ابنة واحدة. فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ولعل الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. وبها إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر.